الحمد لله كل شيء لا باس. عيش سميتو بيرات كدوا عليا كيقول مستري مستري. واش هو خونا باش بادي الفيديو ما لقاش يبدا قال لك كدوي فيا كتهضر فيا حتىش كنهضر فيك اصاحبي كنهضر فيك الهضره ديال الحمام هذه والله علاش هما كيهضر علاش مرجلين عليك علاش مابقاوش كيهضروا بهذه الهضره ديال فهمتيني والله حتى معيق حتى مسطي والله تسطيتي تعبيرات. شو غنقول واحد القضيه، انا في تايلاند عايش في فرنسا والله ما مسوق الدين امك ود القحبه تاني ما عندك حتى فرنسا. لا والله الا باينه ما فايقش ليا من النعاس ما فايقش ليا من النعاس كتعيش لا فيدا لوك انت فايق على الصباح عينك معمشين بيت كتحلم بيا بيت على الصباح فايق وا 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 فايق بحال قرانفك منفوخين بحال روبي روبي وروبي وانا نسي عجرم ودنيا باطنة والله الا وليتي بحالهم وليت كتشبه هذوك الدريات وحق الرب نافخ قنانفك دير هوليوود سمايل مالك اصاحبي على هاد الحالة تا شمن ما مسوقش ليا هادي اولا راك مسوق ليا وفايق على الصباح داير عليا فيديوهات مسخوط الوالدين ياك وثانيا متبقاش تعاير متبقاش تعاير الوالدين اصاحبي راه ساهلة انا شاد التليفون دابا غنبقى نعاير في القحبة تمك تا الصباح غنبقى نعاير فيك يا ولد الواسعة اللي والداك وفمك واسع هو اصلا هو طب امك واسع حيت فمك خرج واسع بحال هكا باش نقول لك الصراحة تقابري بالموتور تاع بنادم. شو غنقول لك واحد القضية والله العلي والعظيم بعرور موتور ما تدويش عليه موتور الله يحفظك انت بنتي عروبي في هذه القضية موتور خليها لك ترونكيل حيت اقسم لك يمين انت الا كبريتي بموتور اوه الا كبريتي بموتور عطيك الطونوبيل كادو ديف الدراري صيفطوا المستري وقولوا لي قال لك بيرات الا كبريتي بموتور واحد شويه والله خويا نعطيها لك اقسم لك يمين وديالي وفي سميتي وماشي ديال لوكاسيون كيما انت كتكري وكيما انت كدور في تايلاند ب 96 كاريب 1000 ريال باو باو. انا عروبي تاع الحق علاش جا من قيصر قيصر على اليسر. شو غنقول لك واحد دابا واحد القضيه شوف ديك المرة درت واحد الكونسير في كازا في عين السبع قالوا لي دربك قلت لهم عندي كلمة تاع الراجل ماشي كلمة تاع راك منلوها عولة كازا. صاحبتك غتقول شي حاجة خلعتيني صاحبتك غتقول شي حاجة في شكل كنغني كنقول عندي كلمة ديال الراجل بيرات كيكملوها وترى كلمة انت راه قلتيها كلمة غنرد ديس كله تراك كله والله خويا ما تنغني في لاسين كتسمع كليك كليك تيري فيك فاك يو كاطاكا واش بيك غنفريك ميستيري ولا علاقة وحافظين تراك كامل تراك من اتل زيد حافظينو اخونا فهمتي انت دابا انا نشرح لك انت ما قديتيش عليا في الراب اختي سيكمون في الثقافة ديال الراب كاين الكلاش وداك الشيء اصلا انت الاول اللي جبدتي ما قديتيش عليا في ثقافة الكلاش انت كدير ستوريات حتى بعقلك زعما عندك وليد اصاحبي والله كتعارف الوالدين بحالك انا كلاشيتك تراك كامل سبيتش لك امك ما عارفش لك داركم كلاش في الموسيقى اختي سيكمون باغلو انت خرماز انت مونوطون انت كتخربق ايوا خويا ما تعصبش ما تعصبش الله يخليك السي يونس ما تعصبش واخا انا عارفك راك واحد ولد الواسعه داكشي علاش خرج فمك واسع بحال هكاك بحال روبي روبي وروبي وانا نسي عجرم. شوف بالرجوله انا فوكاي في تايلاند عايش في فرنسا في باريس العاصمة ولد كازا ولد سيدي معروف سميتك راجل طلع سيدي معروف سيشوف الدراري قول لهم عندي بروبليم مع مستريو المهم كنتي راجل طلع سيدي معروف دير شي كليب وقول لهم ها انا جينا في تايلاند وا والعلودي واش تسمع راه تايلاند راه 1500 درهم بيا ديال الطياره صيفط لوكاليزاسيون شي لعندي باش تكون لك واقعي خلي لك الدراري ترونكيل ماك صاحبي ماشي راجل واش نقول لي انت واش ماشي راجل واش 2020 باقي كتقلب على منادي محامي عليك حكا طلع لسيدي معروف حتى الدراري ديال سيدي معروف باغي تدخلهم في الداخل انا كترونكي كنعرفوهم دراري بيس واللي كنعرفو فيهم راه كنعرفوه عادي مشكلتك حلو انت انا ما نصفتش لك منادم نصفت لك منادم غيضحك غادي يستقسال خدام البوك غيسلخك غديكلاري مي غيضحك ضحى لي انا ما نصفتش لك منادم انا وياك فاسروها فاش بغيتي اخويا بغيتي كابراج غنفركعك بغيتي في الراب غنفركعك واش في الحديد طوموبيلات نفركعك فهمتيني.
المهم كاع ما مسوق الدين امك انا كاع ما عايشه ود القحبه انت الرجوله الله يلعن الطب امك قاف لا كاف لا شوم نو ولا انت تعصبتي عاوتاني بديتي كتجبد في الوالدين ولا قوتيها وكان ولا الوالدين لا واش شي واش ما تعصبش السي ما تعصبش انت اسمع باغي شي وزه تعال اليها الوالدين خليهم علاش فين دريتك فين دروك اخوي الوالدين باغي شي قلوه ها باغي شي قلوه نسخط الوالدين اللي كيدور في تايلاند بموطور ديال 50 درهم سنا نقول لك واحد القضيه حنا راه ما كنتسلفو وما كنكريو فقراء الحمد لله وعايشين بخير ولكن انت حيت انك داك تخسر الهضره او الواسعه وباغي شي حاجه جيني فواس تخسر الهضره والله ما عندوش الوالدين انا حشمت نعير لك امك عيرتها كاع والله الا وحشمت وحق الله حيت مربي فيه واحد شويه ديال الطربيه ولكن انت ما مربي ما تقلوا هبطتينا النيفو ديالك ما عندنا ما نديرو غنهبطوا معاك شي شويه الواسع اللي خارج من طبون واسع وفم واسع بحال روبي يا روبي اشتو الدراري سي معروف او الدرو ما نسوقش الدين امك انا شدوك الدراري فابور ما خلص حتى واحد يجيو بالنيه حنا بالروج ولا كازا نيغرا تاع الحق والله حتى الدراري الصغار عندنا في سيدي معروف الله اللي كان امك و القحبه وانا كاع مسوق الدين امك غايجيو الدراري الصغار تاع الدرب عندنا فابور والله حتى فابور الدراري كيما شتي خلاصات الفيديو راه ما كاين والو كاين المعيور بغيت ناخذها ميساج نفهم انا شنو بغا زعما شي لعيبه شي زعما نفهم الفيديو ديال الكلاشات هادو شنو بغا يوصل منهم شنو هي الفكره ديالو حيت ما كاين لا فكره لا والو بغا يخسر الهضره حتى هي راه ساهله غنشد الميكرو غنبدا نعير في قحبه امو الزمل تاعبو والمتقوب اللي قال المسندر تاعبو ننسي عجرم ولا ننسي عجرم و 3 عام هو المغرب و 3 عام ما جيتش المغرب ومسخوط الوالدين بعد مني ومسخوط الوالدين وناري ما فهمت حتى قلوه وباقي كيتعنى بالدراري نصيفط لك ندير لك نفعل لك هذاك ماشي من علامه الرجوله صاحبي بنادم عنده شي حاجه كيقضيها راسو مرحبا انا قلت لك جي في اي لحظه صيفط لي اللوكاليزاسيون ديالك لعبو العار اللي ما جيتش عندك فين ما كنتي على الراس والعين فاسر وكيما بغيتي باش ما بغيتي راه قلت لك المايك البايك ما عرفتش والله يا خويا تا شوف راه سناني عليك لوبيا اقول لي شنو بغيتي اش بقى دير فيديوهات كتخسر بحال هكا راه ما كاين حتى شي حاجه كلاشيتيني في الراب رديت عليك اخويا في الراب درت لك الدقه درت لك الساكته والمسكوته نعم سيدي ما بقيتي ما تقول اش غدير غتكلاشيني ارتستيك ما قدرتش ستوريات كتعاير نهبط النيفو ديالك اسمح لي وغادي نشبع فيك انا معيور عادي راه شبعت فيك انا معيور راه غنعاير لك انا امك ما تعرفش المعيور اللي كنعاير لي انت كتعاير اصلا بحال شي طربيه والله كتعاير بحال شي دري مومو طربيه يلا تزاد فهمتي ما غاديش ماشي نفس الجهد باش غادي نتفاهم انا وياك داكشي علاش برادر انا معاك ما حدك زيد في التصطي انا زيد معاك انا يصحابني بعقلك ساعه انت طلع شي مصطي والله الا يصحابني بعقلك عندك وليدات وداكشي تبارك كتعاير في الوالدين ماشي مشكل اخويا حتى حنا نهبطوا معاك النيفو ونعايروا لك الواسع اللي ولداتك وولداتك بداك الفم بحال هكاك واسع من فوق داير بحالكم ثلاثة عام اه بيغات اه ولد الكحبه اه ولد الكحبه وتسمع ود القحبه اسمع نقول لك شي كلمه راه وحق الرب ونطيح فيك في زنقه تربطك والله اخويا تربطك ونبقى غادي بك بموطور حتى تقعد ما يبقى فيك والو والله عرفتي مرضتي بزاف اصاحبي مرضتي بزاف وحالتك صعيبه الصاط وثلاث عام ما جيتش المغرب عمرك مرضتي اصاحبي كتعاير لي بوليدي واو القحبه الواسع هو واسع الزك واللي كيدور بحال الكلبه بحال الكلبه ديما معاك صوب ديال المنادي صوب ديال الكلاب ديما انت الوسط كلبه فيها لا غاكل فيها الدم تابعين الكلاب ترجل القلاوي ترجل شي قلوه فارغ الراس تصيفط منادي ما بغيتش صيفطتي شحال من واحد وما قر لك حتى واحد ارا ما تحرش ارا ما تحرش في منادم زيد ارا ما تحرش في منادم عليا زيد ولكن انا راجل عليك حيت انا منادم هو كان تيقول لي راهو ميستري قدامي فديك لاسين اللي كنتي قلتي انت غنيت في عين السبع غنيت في عين السبع اش غنيت ومنادم تيقول لي على الزمل بقرعه ديال المقاطع في وسط لاسين يقول لي خويا لا عطيه بالتيساع راه داك الشيء ارتستيك مون باغلون في الراب تيبقى في الراب ما عنديش معاه شي كنت مريض طلعتي مريض انا دابا يجي عيط لي منادم يقول لي وحدايا نخشي فيه 17 نقول لي خويا بعد منه انا مني ليه غنفاسر معاه مشكل ديالي ما نضحي لك حتى شي واحد ولكن انت ماشي راجل انت
تاك كتبغي تضحي من ادم اه دراري صغار نصيفطهم ليك 3 عام ما جيتش مغرب روبي روبي دنيا باطمه ودنيا باطمه وتجمع كرك